لك يا فريق الشهير بالأنبر السلام لك يا رجل الله السلام لك يا قديس كان رجلا باصد رتبة كنسية ولكنه زاهد وحكيم كشيوخ البرية كان يحيا في الغربة حاملا صليب المسيح لم يكن له من يؤوي أو سكن فيه يستريح كان زاهد في أكله محتقرا ملبسه غير خائف من الشتاء ولا الصيف وحره سموا ثيوفانيوس معناها نظير الإله حين ظهر الله له بمجده أنكر شخص للناس ومنهم كان مصون سمات نفسه تيجي إفليو أي الكذب المجنون هرب من مجد الناس وفرح بالإهانة صار من القديسين إذ جاهد بأمانة السلام لك يا أبانا يا قديس شجاع وأمين ملكوت السماوات لك والذين بالروح مساكين لم تطلب العالم ولا كنت من العالم بل شابهت المسيح احتمالك للألم احتملت العذاب وغفرت لشاتمك وصليت لراجمك وبركت لعينك ضربوك ثم طردوك بل ألقوا عليك النار حولت لهم خدك حين لطمك الأشرار رحلت من بلدك وأتيت للقاهرة لتعلن إيمانك وعقدت الطاهرة حازن على خطاياك وأنت ملت وقد احمرت عينك من كثرة البكاء عشت بالطهارة تممت الوصية ولبست ثوب العفة وكمال البتولية وديع ومتواضع في بشرتك بالإيمان وجند المسيح غالب في حربك مع الشيطان مع الله اختلت في حياة كلها صلاة ولم ترى أحدا تسعة سنوات متصل تطهرت بالأصوات مع نسكية وجوع لأنك كنت شغوفا بطعام الرب يسوع صليت للمأسورين ومنهم البطريرك ففك الله أسره من أجل صلواتك معنا دائما كاهن من جسدك نتبارك في كنيستك نذكرك وفي باب نعيد لك اطلب من اجلنا امام الرب القدوس
واذكرنا دائما يا قديس يوفانيوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله أفتيجي أعنا أجمعين رمبي. برافو عليكم. بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. تابع دراستنا في سفر الجامعة والنهاردة مفروض ناخد الإصحاح العاشر. في آخر آية في الإصحاح التاسع بيشرحها الإصحاح العاشر في بدايته. بيقول إيه آخر آية في الإصحاح؟ أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جذيلا. خاطئ واحد يفسد خيرا جذيلا. يعني لو احنا في بنعمل حاجات كويسة كتير وبعدين نهمل فده ممكن يقودنا الى الضياع والسقوط. الكتاب بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. يعني مش ان انا عارف المسيح وبصلي وخلاص بس في عندي خطايا محببة دي انا مخليها لنفسي بيني وبين نفسي. وفي آية صعبة تانية بتقول من أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل. أنا مش عايز أسقل على ضمائركم بس أنا عايز أديكوا الفكر الروحي في هذا الأمر. مش عايز أقولك يعني ما فيش فايدة بقى وشكرا وانت يعني مهما عملت لو بس يعني عملت حتة واحدة كده غلط الفايل كله بيتقفل. لا ربنا مش كده. أنا عايز الصورة تبقى كاملة في ذهنكم. لأن قال له كده قال له إن كنت للأسام راصدا يا رب يا رب من يثبت. يعني لو ربنا قاعد بيدور لك على غلطة كده عشان يبعتك الناحية التانية ده مش ممكن. ده هو يعني أخلى ذاته وتجسد ومات على الصليب عشان يفدينا. بس هنا نوع من التحذير. ليه؟ بيقول خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ثعلب صغير يخش من فتحة مش مهتمين بيها يخش يبعتر لك الكرم كله. نفس الشيء الإنسان لو ريح. عارفين في فترة كده الواحد روحيا تلاقيه إيه مريح كسلان يقوم يخش له إيه إدانة وتلاقي الإدانة دي خدت حياته كلها. نديك مثل يعني. فهو هنا بيقول لك خلي بالك خلي بالك إن أنت مش معنى ان انت مسيحي وتعمدت وان انت تعرف ربنا وتناولت ان انت يعني خلصت وخلاص زي ما بعض الناس كده يقولك انا خلصت في اليوم الفلاني وانا ماشي في الجنينة الفلانية والكلام من كلام ده كلام منفعش. لان انت بتاخد الخلاص صح لكن ما زال عندك حرية ارادة. انت بتطلع من المعمودية على زيرو ملاك. لكن الملاك ده بيعمل ايه بعد كده؟ عندك حرية ارادتك. ليه؟ لان ربنا قال أريد أبناء لا أريد عبيد. ربنا عايزك تمشي وراء بحب مش تمشي وراء عشان خايف من النار. فهنا بيقول الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. العطار ده علشان زمان كانوا يعملوا العطر كانوا يجيبوا الزهور ويستخرجوا منها بالكحول وتقطير وقصة كبيرة قوي. فكان شوية العطر دول ياخدوا مجهود كبير جداً علشان يطلع لك شوية زي الست كده اللي جابت ناردين للمسيح. فهذا العطار الجميل اللي بيعرف يخلط العطور وبيعرف يستخلص الزيت الجميل من الزهور لو ساب الأواني بتاعته مش محكم غطائها ودخلت ذبابة في وسط الألكحول بتاع اللي مدوب الحاجات التانية هيجرى لها إيه؟ هتختمر زيه بس هتبقى أفسدت الإيه؟ العطر ده أفسدته.
الكلام ده معناه إيه روحياً؟ طيب العطار هي حياتكم المقدسة، أنتم رائحة المسيح الزكية، أنتم رائحة المسيح الزكية. أنت بتيجي تصلي القداس بتبقى في السماء وتاخد جسد المسيح ودمه، وبعدين تروح في البيت تتخانق، يبقى كده الذباب إيه؟ بوظ العطر الجميل اللي معمول. ريحة المسيح اللي المفروض تفوح منك أصبحت ريحة إيه؟ سوري، نتانة، ما الخطية عفن. فهنا بيقول لك خلي بالك لألا جهادك دوت يضيع. بولس الرسول اتكلم على ناس قال الذين أذكرهم باكيا، بدأوا بالروح وأكملوا بالإيه؟ بالجسد. إنسان يبتدي مع ربنا كويس قوي. أنا أوقات بقابل ناس العالم طحنهم في الشر والخطية، يقول لي تعرف يا أبونا أنا وأنا صغير كنت شماس، ترى راح فين الشماس ده؟ أنا حكيت لكم زمان على القصة بتاعت الرسام اللي كان بيرسم لوحة العشاء الأخير، أخدين بالكم؟ وقعد يدور على واحد شكله كده الخطايا موتاه عشان يرسمه. وطبعا العشاء الرباني الإفخارستية ما فيهاش يهوذا، عشان تبقوا فاهمين عقيديا يعني، حتى البابا شنودة كان يقول لهم شيل يهوذا، لكن لو أنا بس أرسم الفصح ممكن أحط يهوذا. يهوذا أكل الفصح بس ما تناولش، دي حتة يعني تاخدوها كده. فقعد يدور لغاية ما لقى واحد شكله يعني خطية مبهدلاه يعني، وهو بيتكلم معاه اكتشف ان هو ده اللي رسمه المسيح قبل كده في الصورة. طب ازاي صورة ربنا بتتحول؟ بصوا، الشيطان مكار وخبيث. يعني الشيطان ما بيجيش لواحد يقول له ايه روح ازني، يقولوش كده، يقول له ايه انت زهقان، مراتك مقرفة، كلنا دي لطيفة. الخطايا انت بتبتدي فين؟ في الفكر. الشيطان عنده محل بتاع زراعية، حبوب زراعية في كل أنواع الخطايا، ويجي يزرع لك الإيه؟ الخطية دي في دماغك. الغضب كلها ده بيعملك كده، بيبص لك من فوق لتحت. لو أنت قبلتها بتكون النتيجة بعد كده أن أنت بتبتدي تكون عندك من جواك فكرك مستعد ومشاعرك مستعدة. أنا قلت لكم كتير، تبتدي بالفكر تنزل للقلب، المشاعر تخرج للعمل. فلو قطعت الدايرة من فوق إيه؟ تمنع كل ده. فبيقول لك الذباب الميت ذبابة. إيه ذبابة دي قصاد كل المجهود بتاع تحضير عطر؟ لكن خطية صغيرة ممكن تخلي الإنسان إيه؟ يضيع كل الجهاد بتاعه. ربنا طبعا حنين، وربنا بيمد إيده كتير، وربنا بيبعت رسائل، لأن ربنا بيبص لك على بعضك كده. لكن في الواحد لو أصر على الخطية بيبقى ده اختيار. خلي بالكو، اسم من أسماء الحاجات الأوسان وكده اللي هو بلزبوب، اللي هو ملك الذباب، واخدين بالكو؟ ملك الذباب. فكان إن الإنسان لما هو أساسا رائحة المسيح يمشي ورا الشيطان يبقى ذبابة ميتة. يعني الإنسان الخاطئ في الآية دي عبارة عن إيه؟ ذبابة. هي الخطية الأول هي الذبابة دي، بس لما نزلت بتحول هذا الإنسان اللي كان عطر لإيه؟ لذبابة ميتة عفنة. جهالة قليلة أثقل من الحكم ومن الكرامة. هو نفس التركيبة بس بيتكلم بطريقة الحكم. الأول إدى مثل، دلوقتي بيتكلمها في الجوهر بتاعها. يعني إيه جهالة قليلة أقل من الحكمة ومن الكرامة؟ سمعتوا المثل بتاع صمت ظهرا وتكلم فأرا؟ عارفين يعني إيه؟ واحد يقعد ساكت كده، تقول ده شخص رزين حلو، ساكت 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 ساكت، وأول ما يكلم يا نهارك أبيض، يا ريتك ما اتكلمت. أهو بيقولك كده جهالة قليلة. يعني الإنسان لو هو عنده حكمة وعنده ما هو قدرة وعنده، وبعدين يروح عامل غلطة كده، تلاقي الغلطة دي إيه؟ بوظت
عشان كده بيقول جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة. إنسان عنده حكمة وعنده كرامة وبعدين يتصرف بسفه أو بعدم حكمة أو بجهل، الناس ممكن تنسالك 50 سنة من الحكمة وتفتكر لك موقف أنت غلطت فيه. فهو هنا بيقولك احترس، خلي بالك لإلا تضيع أجرك. بولس الرسول يتكلم على مين الذي يكلل، مين اللي هيتكلل؟ اللي هيكمل السبق. فاكرين الشهيد أغناطيوس لما الملك الامبراطور قال له يعني انت راجل فوق 80، كان افتكر 84 او حاجه زي كده، انا مش عايز اموتك يعني، انكر المسيح. قال له ده انا بقالي كل العمر ده بعبده لم يسيء الي، اجي انكره دلوقتي؟ لا. فعشان كده الايه الاولانيه بتقول لك خلي بالك، ان كنت تظن انك قائم فاحترس لالا ايه تسقط. احنا في الكنيسة الارثوذكسية بنؤمن ان there is nobody immune، يعني ما فيش واحد معصوم من الخطية. انسان ده بالعكس، ده الكتاب بيقول كل قتلها ايه اقوياء اقوياء. فعشان كده اول آية هي نوع من ايه wake up call. عارفين الwake up call؟ خلي بالك خلي بالك، ما تقولش ايه انا كويس، قول ربنا يكمل ايامنا على خير. بابا شنودة ليه قول لطيف كده، كان لما يصلي على حد يقول له الله الذي أعانك لكي ما تكمل جهادك يعنا حتى نكمل جهادنا أيضا. نمرة 2 ملهاش دعوة بالأناتومي يا دكتور، ها بيقول قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. طبعا الدكاترة بيقولوا لنا القلب فين؟ الشمال في اليسار. بس هو ما بيتكلمش على الاناتومي هنا، هو بيتكلم على القلب. هنا معنى المحبة. احنا بنقول ان مشاعر الانسان فين؟ في قلبه. انا احبك من قلبي. طبعا هو القلب ده ما بيتكلمش على الاذنين والبطنين والاورطة والكلام ده، بيتكلم انا بحبك من خلال مشاعري. فهنا بيقول لنا اللي قاله السيد المسيح في اناجيل الملكوت في متى 25 و26، قلب الحكيم عن يمينه، يعني قلب الحكيم في الصالحات. قلب الحكيم كنت جوعانا فأطعمتموني، مريضا فزرتموني، كل الحاجات الحلوة دي. وقلب الجاهل عن يساره، يعني قلب الجاهل منشغل بالماديات والسلبيات وكره واشتهى وكل الحاجات دي. فهو السؤال اللي بسأله لنفسي، أنا قلبي يمين ولا شمال؟ لو قلبي يمين يبقى ربنا هو اللي بيملك عليه، لو قلب شمال يبقى الشيطان اللي بيملك عليه. وطبعا ربنا قال يا ابني اعطيني ايه قلبك. انا مش عايزك تشغل باليمين والشمال، انا عايزك تملك ربنا على قلبك. ولو ربنا ملك على قلبك، قلبك هيكون فين؟ في الناحية اليمين. ايضا اذا مشى الجاهل في الطريق ينقض فهمه ويقول لكل واحد انه جاهل. الطريق هنا هو الحياة. بيقول لك ان الانسان الجاهل ما بيتغيرش، يعني هو عنده جهل ومع العمر الجهل ده بيزيد. يعني لو كان عنده شوية تعقل وهو صغير لما بيكبر، لكن حكاية يقول له كل واحد انه جاهل بتتخذ بمعنيين في الاباء. يا اما ان كل واحد بيشوفه بيدرك ان هذا الانسان جاهل من كلامه، او علامة من علامات جهل الانسان انه يظن ان هو بس اللي بيفهم، فيظن ان كل الناس ايه جهلة، ودي علامة سلبية وحشة بتخليني احس ان انا الوحيد اللي بفهم وبقية الناس دول ايه مش بيفهموا. فالانسان الجاهل ما بيتغيرش للأسف، يعني إلا لو طلب حكمة وتاب، لكن لو هو مكمل في الجهل كل ما بيمشي بينقص فهمه. كل ما بيمشي، يعني مثلا لو واحد جاهل وهو صغير بيبقى سلطته محدودة، لما بيكبر بيبقى قدرته أقوى شوية، فممكن يأذي مراته، ممكن يأذي ولاده. فهنا بيقول لك خلي بالك، لو أنت ابتديت بالجهل هتكمل بالإيه؟ بالجهل. لو أنت رجعت وحطيت قلبك على اليمين، وعلامة من العلامات اللي تدرك بها هذا الأمر إن أنت كيف ترى الآخر،
لو اقترى كل احد ان انت بس اللي بتفهم يبقى ايه؟ ربنا معك. ان صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لان الهدوء يسكن خطايا عظيمة. من آية 4 للآخر هو بيتكلم على التعامل بين السلطات. يعني أنت بتتعامل مثلا مع، في الوقت ده بيتكلم معاملة مع الملك، بيتكلم مع مديرك، ست بتتعامل مع جوزها أو الست متسلطة يبقى جوزها بيتكلم معاها، يعني أي حد بيكلم حد له إيه؟ سلطان. فبيقول له إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك. يعني لو المدير بتاعك جابك في الشغل وادك كلمتين شداد ما تروحش تقول ايه استقلت اهي وامشي، لا، هو بيديك الحل. بيقول الهدوء يسكن خطايا عظيمة. الانسان لو هادي وقدامه انسان غضبان مفروض ان هدوءك ده ينسكب على الانسان الغضبان، فالانسان الغضبان يتعلم الهدوء منك وبالتالي الدنيا كلها ايه تتغير. لكن لو انت تركت مكانك، بمعنى استقلت سبتها ومشيت اي حاجة، يبقى كل ده غلط، لان ده هروب ما هوش حل. روح المتسلط هنا بالمعنى، لو انا ده المعنى الحرفي للآية، لكن المعنى الروحي بيقول ايه؟ روح المتسلط هو الشيطان. الشيطان هو اللي بيحاول يتسلط على ايه؟ الانسان. تلاقيه بيزن بالافكار. فلا تترك مكانك يعني ايه؟ هديكم امثلة. يعني انا عايز اصلي وبعدين الشيطان يقول لي انت ما بتستفادش من الصلاة، انت بتقف سرحان، عايزك الكنيسة، لا اصل القداس طويل، لا اصل انا ما بستفادش، لا اصل الناس مش عارفة ايه. دي كلها زن من مين؟ من الشيطان. فهو هنا بيحاول يتسلط عليك. لو سمعت كلامه يبقى تسلط عليك فعلا. يقول فلا تترك مكانك، يعني لا تترك صلاتك. بقرا الانجيل مش بفهم، لا هقرا الانجيل ومش عايز افهم، هاخد بركته، بس لما اقرا بقى واقول له يا رب افتح عيني هفهم. تاخدين بالكو؟ اجي الكنيسه هو بيقول لي ما تجيش، لكن انا حاجي. لا تترك مكانك، لا تترك جهادك الروحي بصفه عامه، لا تترك جهادك الروحي بصفه ايه عامه، لكن تمسك بالهدوء. يبقى انا مش ببص على روح الغضب اللي قدامي، ما ببصش على الضغط اللي عليا، ما ببصش على قدره المتسلط ده، لكن انا بتمسك بالهدوء، لان الهدوء يسكن خطايا ايه عظيمه، يسكن خطايا عظيمه. من اشهر الامثله لايه 4 دي شاول وداود. شاول وداود، شاول كان عايز يموت داود، لكن داود لما يقعد يضرب على الناي تلاقي داود، تلاقي شاول ده ايه؟ هدي هدي. تعرف انت تخش في خناقه وتحولها لهدوء وضحك كده وببساطه، ولا دايما ماشي معاك صفيحتين جاز؟ ها؟ ولع فيها. هو قال لي كده، طب خد انت وبيت ابيك بقى. لا، دي مش الروح المسيحيه اولا. وهو هنا بيقول لك كده، لو انت قابلت موقف غضب ما تعمل، يعني الكلام اللين يصرف الغضب. واضح دي؟ يوجد شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط. يعني الإنسان دي لكل واحد فيكو عنده سلطة. لو أنت سهيت دي شر، لو أنت سهيت دي شر. اديكوا مثل، يعني لما الملك سمع لهامان على شعب إسرائيل ده كان إيه؟ شر، وهو واخدها ايزي، مش فارقه معاه، امضي على منشور نقتل كل اليهود في كل المملكه، خد يا عم ولا يهمك، سهو. احيانا احنا يا جماعه بنصغر اخطائنا ونقول ده سهو. احيانا السهو ده بيعمل ايه؟ مشاكل. فنخلي بالنا ان السهو صادر من قبل متسلط. متسلط يعني صاحب سلطه، يعني انت عندك مركز. يعني لما الراجل كده ما يقولش لمراته كل سنة وانت طيبة في عيد ميلادها مثلا، يبقى انت ايه؟ السهو ده مش هيعدي يعني. واخدين بالكو؟ وهكذا اي حاجة بقى. يعني الجهالة جعلت في معالي كثيرة والاغنياء يجلسون في السافل. الجهالة جعلت في معالي كثيرة والاغنياء يجلسون في السافل. ده هو بيقصد ايه هنا؟ انتوا عارفين اهل الثقه فيرسس اهل الخبره،
الجهالة اللي هم الناس الجهلة، الناس اللي هم ما عندهمش خبرة في الحياة وما عندهمش حكمة، جعلت في معالي كثيرة. يعني الناس اللي ما عندهمش أي خبرة وما عندهمش أي قدرة وما عندهمش أي يعني qualification خدوا مراكز إيه؟ كبيرة. والأغنياء أغنياء مش في الفلوس بس، أغنياء في التعليم والدراسة وكده، يجلسون فين؟ في السافل. فاكرين بعد سليمان إيه اللي حصل؟ ابنه اسمه إيه؟ يربعام ده راح للحكماء قالوا له تكون ليهم عبد وكلام الحلو ده، كلام ما دخلش عليه. راح لمين؟ للأحداث. قالوا له قول لهم بقى أن إصبعي أسمك من إيه؟ متن أبي. فراح عجبته الحكاية دي. هو سمع لمين هنا؟ للأحداث اللي هما جهالة، واخدين بالكم؟ فقسم المملكة. فعشان كده أما جه رحبعام بقى كان أسوأ وأدل، لأن رحبعام مش من نسل ملكي وما عندوش أي حاجة. فخد 10 أسباط وعمل لهم هيكل وجرزيم وعبادة أوثان وكل الكلام ده. فهنا اللي عايز أقوله لكم هنا إيه؟ إن لو إنسان غير مؤهل إن هو يشيل مسؤولية دايما بيعمل مشاكل. لكن الأغنياء يجلسون في السافل هنا معناها الناس اللي عندهم قدرة. يعني أحيانا بيحصل في المجتمع كده، تلاقي واحد مش متعلم بس بيعرف يعمل فلوس واخد سلطة كبيرة، والإنسان اللي هو متعلم وبيقرأ وعارف التاريخ وفاهم ده ما تلزمناش دلوقتي. فيحصل إيه؟ يحصل مشاكل، هتشوفوا دلوقتي. قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشيين على الأرض كالعبيد. ده الحال الإيه؟ المقلوب. الحياة لما تبقى أبسايد داون، العبيد من ضمن البروتوكول بتاعهم إنهم ما يركبوش خيل، وأكتر من كده كمان أحيانا يخلوهم يمشوا حافيين. فتخيل بقى لما العبد يركب الخيل والرئيس اللي هو الناس اللي هي يعني عارفين، لما أقولك عزيزة قوم نزل، ده في خدمة في مصر لطيفة قوي اسمها خدمة الأسر المستورة. يعني دول مش مسمينهم إخوة الرب. عارفين إيه الفرق بين إخوة الرب والأسر المستورة؟ إخوة الرب هم ناس أساسا ما عندهمش، محتاجين يعني، لكن الأسرة المستورة هي أسرة كانت تحيا في مستوى معيشة عالي، ومرة واحدة الدخل بتاعها راح. يعني مثلا أنا يعني بتعرض لحاجات كده، ناس مثلا في الخليج والراجل عنده عقد وبيشتغل وبيجيب فلوس ومعيش عياله باشوات، والراجل مرة واحدة مات. عياله دول بيرجعوا مصر متعودين على مدارس أجنبية، متعودين على مش عارف إيه، وكل ده راح. أنا شفت بعناية مثلا واحد يبقى مثلا صناعي ذهب، شقة كنا نروح نقول لهم حاجات أستغرب مستوى هايل. يعني ما تفكرش إن الناس دي يعني لو ما خبطتش كنيسة ما خبطتش عليهم في العيد وديت لهم أكل مثلا، ممكن ما يبقاش عندهم أكل إنهم يأكلوا، ولابسين لبس شيكو بتاع وكل، لأن هم أساسا دي اسمها الأسر الإيه؟ المستورة، واخدين بالكو؟ فالناس دي مشوا على الأرض كالعبيد، عشان كده الكنيسة بتقف جنبهم. فأحيانا الدنيا بتعمل كده، تلاقي عبيد على الخيل، ناس جهلة وناس ولا حاجة بس عندهم فلوس، ورؤساء ماشيين على الأرض كالعبيد. روحيا الآية 7 دي أفسرها إزاي؟ مين العبيد ومين الرؤساء؟ يلا ساعدوني. العبيد هو جسدك، بولس الرسول بيقول أقمع جسدي واستعبده. لما يبقى جسدك هو السيد وروحك هي العبدة، يبقى الله يرحمك، تاخدين بالكو؟ يبقى أنا زي ما قال كده بولس، قال إن كنتم طاحين حسب الجسد فستموتون. يبقى هنا هو بيقول لك خلي بالك، اوعى جسدك اللي هو مفروض ربنا خلقه عشان يكون شريك لروحك في العبادة والصلاة والخدمة وكل الحاجات الحلوة دي، يبقى هو السيد وروحك ماشي على الأرض، روحك يدوبك موجودة، لا بتتغذى بصلوة ولا بتتغذى بقراءة إنجيل ولا بتتغذى بمناولة، عايشة على الحضيض
بينما جسدك انت بقى تاخده الصبح الجيم وتاكله اكل هيلثي وتعمله مش عارف ايه، والنهارده زهقنا من البتاع ده ناكل احلى حاجه اكل، وغيره وغيره وغيره. احذر ان جسدك يكون هو اللي على الخيل ونفسك هي اللي ايه على الارض. احيانا بقى كل دي تعامل مع رؤساء وسلطات. احيانا احنا بنشعر بالظلم فنحاول نصلح الظلم ده بدراعنا. فهيدي شوية أمثلة زي العسل، منهم حاجات انتوا حافظينها. يقول من يحفر هو يقع فيها. عارفين اللي يحفر حفرة ايه؟ بس هو المثل شوه الآية، قال لك اللي يحفر حفرة ما يوسعهاش لا يقع فيها. يعني هو موافق ان انت تحفر، لا احنا مش عايزينك تحفر. أبرز مثل على من يحفر هو يقع فيها دي همان ومردخاي. همان حفر حفرة لمردخاي انه يتصلب، وهو اللي اتصلب عليها. اقول لكم بقى حاجة اهم من همان، السيد المسيح. الشيطان كان يظن مع رؤساء الكهنة اللي استخدمهم كأدوات لي انه لما يتصلب المسيح هاخد نفسك في الهوية ونخلص منك. فنزل له قال له طب تعالى انت بقى، انت جاي تنزل الهوية. عشان كده الصليب بالنسبة للشيطان رعب، الصليب كده رعب، لان ايه حفر عمل حفر هو فايه وقع فيها. اقول لكم حاجة غريبة جدا، عارفين المقصلة؟ سمعتوا عن المقصلة اللي هي طبلية الاعدام اللي بيعلقوا حد ويربطوه في رقبته ويشدوا البتاع من تحت رجليه؟ اللي اخترع البتاع دي وسموها باسمه اول واحد استخدمت في اعدامه، اول واحد استعملوها فيه. المعنى الروحي هنا ايه؟ اوعى تعمل مشكلة لحد، اوعى تحاول توقع حد في خطية. بصوا انا بؤمن بقى بقول لطيف كده اسمه قانون الآية لا يشمخ عليه. يعني لما يبقى فيه بالوحي الإلهي آية في الكتاب المقدس دي قانون على رقبة الكل. فلما يقول لك من يحفر هو يقع فيها، دي أكيد اللي بيزنبق، اللي بيوصل كلام غلط، اللي بيوقع الناس في بعضها، اللي مش عارف ايه، في الآخر انت هتقع فيها. نفس الفكر، من ينقض جدارا تلدغه حية. لو انت رحت على مبنى قديم، ممكن المبنى القديم ده جوه الحيطة يكون فيه ايه حية، ولما تفحت تخبط كده تقوم الحية دي ايه تطلع لك، الحية دي تطلع لك، تطلع لك تعمل لك ايه؟ هتلدغك. دين بالكو. فأحيانا احنا بندخل نفسنا في مشاكل احنا في غنى ايه عنها. من يحفر هو انسان حاسس بالظلم وبينتقم، فبتكون النتيجة هو اللي بايه بيقع فيها. من ينقض جدارا هو برضو انسان شايف ان ده ظلم ان الجدار ده يبقى موجود او القرار ده يبقى موجود او whatever، ويبتدي يحاول يسقطه، فبتكون النتيجة ان بتطلع له ايه حية ايه تلدغه. وطبعا لدغة الحية معناها ايه؟ انا جلبت لنفسي قضية الموت. نفس المثل بالتالت اكزامبل اللي هو ده تلت مثل ده، من يقلع حجرا يوجع بها. الاول جدار ما نعرفش مبني من ايه، ممكن يكون مبني من الحاجات البسيطة، لكن التالتة ده عايز يهد المبنى على اصحابه. يعني يقول لك ايه خلاص الموضوع ده مش ماشي علي وعلى اعدائي. فهنا بيوري لك من يقلع حجارة يوجع بها، يعني معنى ان هو بيجي يهد ممكن حجر من المبنى ده يقع على ايه عليه او على دماغه ايه يجي عليه. فخلي بالك ما تحاولش ان انت تنتقم، او ما تحاولش ان انت ترد الظلم عن نفسك بالايذاء. بالايذاء، ان انت تؤذي اللي قدامك، تعمل له هو، تعمل له حاجه، تنقض حاجه، تعمل كل ده. الرابع بيقول من يشقق حطبا يكون في خطر منه. إن كان الحديد ولم يسنن هو حده فليزد قوة. معناها إيه هنا؟ الواحد ممكن يكون عايز حطب بيقطع شجر، فمعاه الإيه الآلة اللي بيقطع بيها، لكن الآلة دي لو مش حامية أنت محتاج تستخدم قوة إيه
أكتر علشان تقدر تنفذ فيها. برضو وانت بتخبط كده السلاح بيطلع من الخشبة، لو جه في وشك يبقى الله يرحمك. خدين بالكو؟ أربع أمثلة هو بيذكرها هنا، لا تنتقم إيه لنفسك، ليه النقمة أنا أجازي يقول إيه الرب. إحنا ربنا خلقنا عشان نعمل الخير مش عشان نعمل الشر. حتى اللي أحاطوا بالمسيح وحاولوا إن هم يصطادوه بكلمة، كان هو اللي بيصطادهم بحبه، كان هو اللي بيصطادهم بحبه. أما الحكمة فنافعة للإنجاح. يبقى لازم تستخدم فكرك كفكر مقدس، الحكمة اللي هو أقنوم الحكمة السيد المسيح، علشان تقدر ترد الظلم. يعني بدل ما تفحت وتخبط حيطة وتعمل كل المشاكل دي، قل له يا رب ارشدني ازاي اقدر اتعامل مع هذا الايه، مع هذا الانسان. تدقون يا جماعة، احنا بدون ربنا ما نقدرش نعمل حاجة، واحنا مشكلتنا ان احنا بنخلي ربنا ستاند باي. عارفين ستاند باي يعني ايه؟ يعني لما انا افشل او ما اجيب ايه ربنا. بقرا قصة واحد مسيحي حلو كان قرب يطلع المعاش، فالمدير بتاعه كان بيعامله معاملة قاسية جدا ووحشة جدا. فالراجل ده فكر ان هو ايه يستقيل. لا، قالك انا ايه، بدل ما ترفد في اخر مدة خدمتي وتتأثر البنفيتس بتاعتي واطلع بسمعة وحشة، احسن لي ايه استقيل. ده الفكر اللي جاله. فكان عنده مكان كده هادي، فخد اسبوع اجازة وراح قعد يصلي وصام ويقرأ في الإنجيل، وقال يا رب ارشدني وحط في قلبي وفكري أعمل إيه مع هذا الإنسان المتعب. فربنا ملأ قلبه بالسلام ووسع قلبه عشان يحتمل ظلم هذا الإنسان ومغزى غباوته وأسلوبه الوحش. فقرر أنه يرجع ويشتغل ويحبه أيا كان، فكر يرجع ويحبه أيا كان، أحبه أعدائكم. فرجع بعد اسبوع فلقى اصحابه بيستقبلوه بيقولوا له انت عملت ايه للمدير بتاعك؟ قال لهم انا بحبه. عملت له ايه؟ قالوا له الراجل مات. الراجل ايه؟ الراجل مات. عجيبه مش كده؟ الراجل مات. قال لهم صدقوني انا بحبه. قالوا له على الرغم من كل اللي كان بيعمله فيك ده، يعني يبقى جاي واحد بعديه مثلا ما يعملوش تأخير، وهو لو تأخر خمس دقايق يديله انذار. عارفين شغل الحركات دي؟ الريبورتات بتاعته كلها غير مطابق وغير موافق وغير مش عارف ايه. قالوا له الراجل مات. قال لهم صدقوني انا بحبه، انا ما صليتش ابدا الا ضرره. ليه؟ يا ريت بطل تدافع عن نفسك، يا ريت بطل تحفر حوة ولا تهد جدار ولا تنقط حائط ولا تجيب الايه الحطب وتشققه. سيب ربنا يشتغل، حترى عجائب، حترى عجائب. انا بقول لكم كده وانا واثق بايمان في الكلام اللي انا بقوله لكم ده. ان لدغتك الحيه بلا رقيه فلا منفع للراقي. ايه الكلام الجميل ده؟ انتوا عارفين الحيه تعبان صح؟ في الصعيد كان يجيبوا واحد كده بالزمارة اسمه رائي يزمر لها فتطلع، وأول ما تطلع كان يطرم سنانها ويديها للعيال يلعبوا بيها. أقول تاني، كان يطلعها ويشيل سنانها، بقت إيه؟ لعبة، بقت حية بلاستيك، ويدوها للناس يلعبوا بيها. طبعا هنا احنا مش بنتكلم بقى على الرؤية دي، مش سحر على فكرة. الرؤية دي هنا كان بيستعمل اسلوب في الموسيقى وكده، ان هو بيشد انتباه الحيه فتطلع، ان الحيه بتقدر تخش في جحر ما تعرفش توصل لها. لكن المعنى الروحي هنا ايه؟ ان لدغتك الحيه، الحيه هو مين؟ الشيطان. طب مين يا بخ، مين بقى يا حبيبي اللي هيرقيك؟ الكاهن هو الراقي هنا، الكاهن هو اللي هيرقيك هنا. هتيجي تقول له انا متحارب بالفكر ده. متحارب يعني ايه؟ يعني في حيه مستخبيه في جحر في دماغك. ابونا مش هيزمر لها طبعا، ابونا هيديك ارشاد ويديك قدره
ان انت تطلع الحياة دي من دماغك. لكن لو انت سبت الحياة تلدغك وكملت عليك يبقى مفيش فايدة ايه من ابونا، سبتها انت كملت الخطية. واحيانا احنا بنتلذذ بكده، واشهر واحد عمل كده قايين، ربنا قال له في خطية ربنا واليك وانت، لكن هو محبش يسود عليه، هو محبش يسود عليه. يعني ربنا اوقات بيحذر بس الانسان بايه بيتجاهل هذا التحذير. زي اورشليم، كم مرة اردت ولم تريد. طب هل هم تأثروا بالكلام ده؟ وقال كأنه قال حاجة. كلمات فم الحكيم نعمة وشفة الجاهل تبتلعانه. يعني تجيب واحد حكيم وواحد جاهل، تلاقي الحكيم يتكلم كلمات قليلة وعميقة ومليانة نعمة. نعمة يعني النعمة دي جاية منين؟ ما الحكمة هو القنوم، الحكمة نعمة ربنا يسوع المسيح. يجي واحد جاهل قاعد قدامه تلاقي غلوش عليه وقال كلام ملوش أي لازمة وابتلع ما قاله هذا الإيه الحكيم. عشان كده خلي بالك وانت بتتكلم، لو لقيت اللي قدامك ما تحكمش عليه انه جاهل. انا مش عايز حد يحكم على حد انه هو ايه جاهل، لكن لو لقيته غير متقبل يبقى ايه توفر كلامك. لدرجة هو قال في حتة تانية مش فاكر فين، بقال لا تكادل جاهلا لألا تهين والديك، لألا تهين والديك. ابتداء كلام فمه جهالة وآخر فمه جنون رديء. الإنسان الجاهل لا يتوقف عند الجهل ولكن يصل إلى الجنون، يعني بيوصل يقول كلام ملوش أي معنى. يعني الناس اللي بتوصل للقتل، اللي بتوصل للقتل، القتل ده نوع من الجنون، إن واحد بياخد حياة حد، بس هو بادي بإيه؟ بجهالة، بادي بجهالة، بادي بإن الإنسان خلاص غيب ربنا عن حياته وغيب عقله وابتدى يستخدم اسلوب الايه الجهل بتاعه دوت. The words of his mouth begin with foolishness and the end of his talk is raving madness. صعب. والجاهل يكثر الكلام لا يعلم انسانا ما يكون ومن يخبره ماذا يصير بعده. يعني الجاهل بيقول كلام كتير والكلام مش راكب على بعضه والكلام ما بيوصلش لحاجه في الاخر. من يخبره ماذا يصير بعده؟ يعني محدش يقدر يوصلك لإيه اللي بعد كده، لأن كلامه كلام إيه؟ جهل. ودي من علامات الجهل، إن الإنسان الجاهل بيتكلم كتير وبيقول كلام اللي مش معنى، بيوقع الناس في بعض، بيزعل الناس من بعض، بيخاصم بعض ويقول لك ما يهمنيش. يعني تعب الجهلاء يعييهم لأنه لا يعلم كيف يذهب إلى المدينة. لا يعلم يذهب إلى المدينة، ده بيوريك مقدار عمق الجهل. يعني زمان ما كانتش المدن كتير زي دلوقتي، فلما يقول لا يعلم يذهب إلى المدينة يعني الحاجة قدامه واضحة ومش قادر إيه يوصل لها. فبيقول تعب الجهلاء يعييهم. تلاقي يعني واحد مثلا بجهل بيخش مثلا مع أخواته في قضايا في المحاكم على ميراث، وتلاقي فلوسه راح على إيه؟ على المحاميين، صح؟ ورايح جاي وبيعمل ورق وبيعمل مش عارف ايه ومجهوده كله رايح في كده. او دي انا شفتها طبعا في المجلس الكليريكي كتير، زوجه وزوجه يتخانقوا وبعدين يروحوا للمحاميين، المحاميين يعرفوا ان عندهم بيت في شويه ايكوتي ولا حساب في البنك ولا 401k ولا اي حاجه، يقول لا لا ده انا هربها لك، لا ده انا هطلع لك عينيه، لغايه اما الفلوس ايه يعييهم، يعييهم، بيبقوا تعبانين جدا نفسيا وماليا وكل حاجة، وطبعا روحيا مفيش. تعب الجهلاء يعييهم. تلاقي واحد بيتخانق وبيتخانق بحرقة وطاقته كلها رايحة في الخناق ده، ليه؟ لأن هو حاسس إن هو بيعمل حاجة صح وما بيعملش حاجة صح. طبعا فالإنسان الجاهل من ضمن السمات الظاهرة ليه إن مجهوده ووقته وطاقته وماله وعمره رايح في إيه؟
في تفاهات، رايح في تفاهات، والحاجة قدامه واضحة زي الشمس، وفي نفس الوقت بيتجاهلها، مش عارف يوصل لها. يعني أديكم مثل، مثلا يعني لو في جنازة في الكنيسة وفي مثلا اتنين متخانقين، هل الموت ده مش معلم كبير يخلي الإنسان يعني يحترم نفسه ويروح يصطلح مع الآخر؟ ها؟ مفروض. لكن انت بص، لا، ده الناس بقت تتخانق أكتر دلوقتي في الجنازات. إيه ده؟ ده جهل. ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤسائك يأكلون في الصباح. ولد يعني ما عندوش خبرة. كان فعلا في مملكة إسرائيل كده، افتكر اتنين أحاز واحد تاني. ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا، يعني إنسان ما عندوش خبرة، يبقى هو الملك، هو المتحكم، هو المسيطر. دي بتبقى خطر جدا، لأن قراراته قرارات غير ناضجة وقرارات عاطفية وكده. ورؤسائك يأكلون في الصباح، هم العادة أن هم أكل الرؤساء معناها حفلة، يعني مش ما تفتكروش أن هنا سليمان ضد الفطار، يعني هو مش بيتكلم على وجبة الفطار، لكن رؤسائك دي يأكلون يعني في وليمة، فلما ييجوا هم يعملوا وليمة بالنهار معناها الناس دي ما بت إيه؟ ما بتشتغلش، دي ناس قاعدة قاعدين يتسلوا، قاعدين يتسلوا ما بيشتغلوش، ما رهمش حاجة. فما يقول لها ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤسائك كلهم في الصباح، معناها إن دول ملك ما عندوش خبرة ورؤساء قاعدين يحتفلوا بس وما عندهمش أي شغل. لكن أنا بالنسبة لي، أنا قلت لكم زمان إن أنا مش ملياش عمر واحد، أنا ليا عمر جسدي اللي موجود في شهادة الميلاد، وليا عمر روحي اللي هو نمو الروحي، وليا عمر نفسي، وليا عمر عقلي. أنت عندك أجندة من الأعمار يعني. فلو أنت عندك 50 سنة بس روحيا عندك 5 سنين، يبقى ويل لك لأن ملكك إيه؟ ملكك ولد. ملكك ولد يعني يبقى عنده 50 سنة وعمره الروحي 5 سنين. تقول له صلي أبانا الذي، مش عارف. تقول له طب أبانا الذي فلنشكر وارحمني، إيه؟ طبعا لو دخلت معاه في المزامير هيجي له إغماء. فهنا ده عمره الروحي قد إيه؟ ولد، ولد لسه عيل. عشان كده بولس الرسول قال لنا سقيتكم لبنا لا طعاما. أما رؤسائك يأكلون في الصباح، يعني أنت مقضيها إيه؟ هزار وضحك. يعني أنت مش عامل قانون روحي لنفسك، مش ماشي بقانون روحي في صلوات وفي أصوام وفي متنيات وفي قراية إنجيل وفي قداسات، واخدها كده إيه؟ لا، القداس بيخلص الساعة كام؟ الساعة 12؟ لا، أنا لازم أشرب القهوة الساعة 7. طب اعمل لنا قداس يا أبونا من 5 لـ 7 عشان القهوة. رؤسائك يأكلون في الصباح. طوبى لك أيتها الأرض إن كان ملكك ابن شرفاء. ابن شرفاء هنا مش معنى المحدود لكلمة الشرف، لكن يعني متربي، يعني إنسان طالع من إيه؟ من نسل عندهم يعني تعليم ليه. ورؤسائك يأكلون في الوقت للقوة للسكر. لو بصيتوا آية 16 و17، هو يقارن بين مملكة الظلمة أو مملكة الشيطان وبين مملكة المسيح. آية 16 بيتكلم على مملكة الشيطان، العملية كلها متاخدة ضحك وهزار وإيه، ومفيش حكمة، والإنسان بيضيع أبديته ومش مقدر، مهملين خلاصا هذا مقداره. آية 17 بقى لأ، آية 17 ملكك ابن شرفاء، هنا الملك هو المسيح، الملك هنا هو رب الأرباب، هو الإيه؟ الابن الوحيد لأبيه. ورؤسائك يأكلون في الوقت للقوة لا للسكر. رؤسائك بينمو روحيا، مش بينخدعوا بسكر العالم. السكر هنا فقدان الوعي. فشوف نفسك عايش في أي مملكة، 16 ولا 17. بالكسل الكثير يهبط السقف، وبتدلي اليدين يكف البيت. يكف يعني شرينك كده، ليكس، ليكس أوضح، ليه عارفة يعني خر يعني شقق. بالكسل الكثير يهبط السقف. السقف هو إشارة للقامة الروحية بتاعتك، إشارة للقامة الروحية بتاعتك. فلو أنت ابتديت تكسل
ما نصليش، ما نقراش الإنجيل، ما نجيش القداسات، أجي آخر نص ساعة يوم الحد بس كده نتناول ونشوف أصحابنا ونقعد لنا ثلاث ساعات كده سوشيال أور، ده اسمه إيه؟ كسل، كسل روحي. بينما هو بيقول تمموا خلاصكم بخوف وإيه ورايح، ده أنا عايز يبقى عندنا حمية في حياتنا الروحية. وجدت كلامك كالشهد فإيه؟ فأكلته. بالكسل الكثير يهبط السقف، يعني السقف ده لو هو مستواك الروحي هتكسل، مستواك الروحي هينزل. الآباء يقولوا لنا معلمنا بطرس شاف الملاية الملقانة على إيه؟ على السقف، صح؟ ده مثل للإيه؟ للارتفاع، لتأخذ بركة استعلانات الله. شاف ملاية نازلة وقال له ما طهره الله لا تنجسه إيه أنت. فبيقول لك اهتم بحياتك الروحية، من الحكمة أن أنت تسمو بحياتك الروحية. ولو حتى أنت شاعر بضعف أو تعب أو ظلم أو أي حاجة من رئيس أو متسلط، ياريت تبقى أكثر حمية. لأن أحيانا يقول لك إيه، هم كده كفاية عليهم الشغل ده. لا، مفيش حاجة اسمها كده. وبتدلل اليدين يكف البيت أو بيشقى، يعني اليدين المدلان هم اليدين اللذان لا إيه تعملان، هي اليدين اللي إيه ده. أنا يعني بتأثر قوي لما بنيجي في القداس بنقول وأيضا فنشكر الله الذي جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس وإيه ونرفع أيدينا، ونرفع أيدينا، دي إيدين مرفوعة بتقول اللهم إيه ارحمني أنا الخاطي. للضحك يعملون وليمة والخمر تفرح العيش، أما الفضة فتحصل الكل. يعني إيه الكلام ده؟ الجماعة اللي هم تبع مملكة الشيطان أو سلطان الظلمة علشان يفرحوا بيعملوا وليمة وبيجوا خمر، لأن أنا قلت لكم الخمر في الكتاب المقدس رمز للفرح، فعايزين يأكلوا وإيه ويفرحوا. وبعد كده الفضة بتحصل على الكل، money answers everything، يعني الفلوس دي بتضيع بقى كل حاجة. ما انت لما تقعد تاكل وتشرب الفلوس دي هتروح فين؟ هتضيع. نصيحة أخيرة بقى بيقول لك ايه، لا تسب الملك ولا في فكرك ولا تسب الغني في مضجعك، لأن طير السماء ينقل الصوت وذو الجناح يخبر بالايه بالأمر. بصوا يا جماعة، خطايا الفكر خطايا غير ظاهرة لا يعرفها إلا الإيه؟ الإنسان نفسه. لا يعرف الإنسان غير روح الإنسان الإيه؟ ساكن فيه. ويعرفها ربنا طبعا، فحص قلوبه الكل. لكن الإنسان لما الفكر بيسيطر عليه بيحصل إيه؟ بيحصل إنه بيكون مشاعر وقناعة. فلو جات له فرصة إنه يقعد مع ناس هو يعني حاسس إن هو مستريح لهم، بتلاقي الفكر ده ايه طلع، الفكر ده طلع. فهو بيقول لك لا تسب الملك ولا في فكرك. هنا بيقول لك دافع بقوة ضد خطايا الفكر، ضد خطايا الفكر. أبقى له قول لطيف بيقوله ايه، انت لا تستطيع ان تمنع الطيور ان تحلق حول رأسك، ولكن تستطيع ان تمنعها ان تبني اعشاشها في رأسك. يعني يجي الشيطان يقول لك ايه، الملك هو مش لازم ملك، يعني انت ما حدش فيكم بتعمل مع ملوك، لكن اي حد ليه سلطه يقول لك فلان ده ظالم، يجي انت تقبل الفكره دي، تبقى انت سبيته، تبقى انت سبيته. لو انت قال لك انت ظالم وقلت له احدك ايها الشيطان باسم يسوع المسيح، انت ما عملتش حاجه غلط. عرضت عليك فكره زي ما بتروح المول كده بيقول لك ايه كمان سي كمان سي، وانت تروح سايبه وماشي، يبقى هي بالظبط كده. لكن لو رحت اتناقشت مع الفكره دي، الفكره دي انا بقول لك عن ثقه، لو اتناقشت مع الشيطان في اي حاجه هيغلبك. اوعى تتناقش مع الشيطان، تقول لي المسيح يتكلم مع الشيطان، المسيح كان بيرد بايه وما بيتناقش، للرب الهك تسجد وايه وحده ايه نقطه وشد خط. لكن بقى مش طب الموضوع كده، طب مش عارف ايه، طب الحته دي ممكن ما تبقاش حلال، لا 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 دي حلال وانا اثبتها لك، اجيب لك ايات من الكتاب المقدس كمان. فلا تسب الملك ولا في فكرك. لو حافظت على فكرك هتحافظ على مشاعرك واعمالك هتبقى مقدسه.
الملك. الملك هنا ممكن يكون ربنا، انك انت بتيجي تعترض على ربنا، مش عاجبك حاجة ربنا سمح بيها. الملك هنا ممكن يكون اي انسان ليه سلطة عندك. ولا تسب الغني في مضجعك، يعني مضجعك هنا اللي هو يعني وانت مع حد قريب لقلبك، يعني حد يعني انت حاسس ان هو ايه يعني قريب منك، يعني زي زوج وزوجة كده ما يقعدوا بالليل بقى قبل ما يناموا يقعدوا ايه يودودوا مع بعض، يعني لما يبقوا in good terms. يعني طبعا دلوقتي الايباد خلاهم back to back، ما بقتش فرق يعني. فبيقول لك لا تسب الغني في مضجعك، برضو نفس الفكر، ان انسان غني هنا بالنسبة له هو انسان مقتدر او صاحب سلطة، فبلشت ايه تقول عليه حاجة غلط حتى وانت نايم وحاسس بالامان. ليه يا سليمان؟ لان طير السماء ينقل الصوت. دي اعتقد اللي متاخد منها المثل الحيطان ليها ايه ودان، لان طير السماء ينقل الصوت، ما يخرج من فمك انت جعلته شيئا عاما. ما تقولوش دي بيني وبينك، ما هو عنده واحد تاني برضو كلوز ليه هيبقى ايه بيني وبينك لغاية ما توصل لكل الدنيا وهي ايه بيني وبينك. كان في زمان برنامج كده اسمه رحلة الشائعة، يعني تطلع إشاعة وتشوفها بتمشي ازاي، تلاقي الإشاعة دي اتحط لها بهارات وتحط لها كريم شانتي وتحط لها، وهي كلها في الآخر كلمة كلمة صغيرة بقت موضوع. طير السماء ينقل الصوت وذو الجناح يخبر بالأمر. هو ده طبعا قلت لكم كتاب ده من الأسفار الشعرية، فبيبقى فيه سجع، عشان كده أقول لك طير السماء وذو الجناح، هما الاتنين حاجة واحدة. فاللي انت مش عايز تقوله في العلنية لا تقوله في الايه في السر. سيد المسيح اتكلم على الحتة دي، قال ما تقولونه في الايه المخادع ينادى به على السطوح. ما تقوله في المخادع ينادى به على ايه السطوح. فياريت ايه، لان انا الحقيقة بضغط في الحتة دي شوية، لان احيان بيبقى جوه الكنيسة في لوبيز، عارفين لوبيز يعني ايه؟ جماعات، المجموعة دي يصحبوا ودانهم في ودان بعض، يحضروا القداس ويطلعوا بقى يتكلموا مع بعض، وبعدين يروحوا يكملوا تليفونات ويعملوا تحليل بقى، أبونا والوعظة والقداس والشماس، والشماس ده خد الميكروفون، والشماس ده عمل مش عارف ايه، وندين وندين وندين. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. انت بتتلهي بالوجبة الروحية الجميلة اللي انت خدتها بكلام لا هيقدم ولا هيأخر. ابو مار كان ليه قول حلو جدا، يقول لهم فروا فروا يا اخوتي، ليه؟ قبل ما عدو الخير يسرق منك الايه. ده مش ضد القعدة اللي فوق، بس القعدة اللي فوق المفروض يكون لها منهج روحي. عشان كده الاباء سموا، انت عارفين الاغابي اللي بعد القداس دي سموها ايه؟ ليترجي افتر ليترجي، يعني الليترجي كوميونين ان ذا بادي اند بلاد اوف كرايست، اللي هي اتحاد بجسد المسيح ودمه. الاغابي اللي فوق دي وحدانيه الحب المسيحي. انا هنا بتكلم دايما عن المفروض. والمجد لله دائما. في حد عنده اي اسئله في الاصحاح 10 ده؟ فاضل لنا اصحاحين ونخلص الجامعه. جاب لكم اسئله ولا ايه؟ عايزين اسئله نطبعها ونوزعها عليكم ولا نحلها هنا في مره؟ طب اللي عايزها مطبوعه يرفع ايده، واللي عايزها تطلع على السكرين قدامكم مطبوعه. اتنين مطبوعه، في حد تاني مطبوعه؟ تلاته مطبوعه، اربعه مطبوعه، خمسه، والباقي either or، neither nor، مش either or. طيب حاضر، ربنا يبارككم ويديكم كل نعمة وبركة. بكرة في قداس باكر 8:30 والقداس 9:11. تفضلوا نصلي. Here yes. Let us pray. يا ابن الذي في السماوات.